اليوم بعد أزيد من 10 أشهر من الإضراب ما زال نصد في طريق مجهول، ما زال الوزارة متأنتة، ما زال الآراء اللي كتقدم لنا والمقتضيات اللي كتنص عليها ما زال متأنتة، ما زال حنا كنشوفوا بأنهم ما باغينش يعطيونا حلول واقعية، تيعطيونا حلول ترقيعية، لا ما تضحاش التضحيات اللي حنا قدمناها من أجل الوطن ومن أجل المواطن، يعني هادشي كامل حنا كنديروه فهي من أجل البلد أولا وقبل كل شيء عامة، وعاد من أجل المواطن، يعني إحنا كنقدموا أصلا تضحيات وخارجين الشارع وحاملين مسؤولية أكبر منا بكثير، فكيفاش أن الحكومة اللي خاصة تكون هي اللي مسؤولة ما قدرش أنها تنزل شي شوية وتجلس معنا في طاولة الحوار وتقدم لنا حلول منطقية ترقاني مستوى الطلبة الأطباء؟ فحشومة، عيب وعار أننا 10 أشهر من الإضراب والملف ديالنا كيتريني، حشومة 10 أشهر راه تقول لشي واحد راه تجي عيب، حنا باغيين نخدموا الوطن وباغيين نتخرجوا في أقرب أسرع مدة ممكنة ولكن بجودة، حنا ما باغيينش غير نتخرجوا ونبداو نكذروا في عباد الله بمعنى بصريح العبارة، حنا باغيين جودة التكوين لأننا نؤدي قسم أمام الله، راه ما يمكنش تقدم واحد الخدمة دون جودة، هذا لا يعقل، وباش تجي تعطيني أنا بي في وتقول لي ما كاينش بعدا بي في، أولا هو الأرض اللي قدموا لي الوسيط المملكة هو أرض يشبه الأرض الذي قدمته الحكومة في يونيو وتتزيدوا إليه واحد شوية، يعني راه ما يمكنش، لا يعقل أنا في شهر 6 وزدت 4 شهور باش تعطيني نفس البي في وتقول لي هادشي اللي عطى الله، أش عطى الله؟ راه لا يعقل، راه هذا ضحك على الدخون، راه كتضحكوا علينا وكتضحكوا على النخبة، راه ما كتضحكوش على أي واحد، راه ما يمكنش هنا كمسؤول جالس في كرسي ولا عنده واحد المنصب خاصو يتحمل مسؤولية داك المنصب، راه ما يمكنش أنك ما قدرتيش تقنع 25,000 طالب، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على العجز، راه لا يدل على شيء، أه نعم حنا ما كنديروش السياسة باش تقول لي هناك توجهات سياسية وهناك ما عرفت إيش وما عرفت إيش، حنا راه طلبة الهدف ديالنا واضح وباين هو التكوين، نطالب بالتكوين وبالخط العريض، حنا تنطالبوا بسنة سابعة، جيتي حيدتيها أنا ما سوقيتش علاش حيدتيها، كتقول لي ما صالحاش وهذا راه عيب، هذا تيدل على أنكم فاشلين باش تقول لي سنة ما صالحاش، فين كنتوا هذا شحال؟ فين كنتوا؟ عاد دابا عقتوا بها، حنا في 2024 عاد كتقول لي عقتوا بالسنة ما صالحاش؟ لا يعقل، أه فرضا بغيتوا تنقصوا هذا العام لخدمة صالح المجتمع ونحن في واحد ما عرفت إيش، يعني نحن مقبلين على واحد الصحة الاجتماعية وتوفير خدمة المواطنين أجمعين، يعني نحن مع الدولة ومع المواطن طبعا، ولكن خاصك سيدي بلا بغيتي تطبق شي قانون خاصك تطبقوا على واحد الفئة اللي داخلين على هذا القانون، ماشي تجي وتطبق عليا قانون رجعي، فهذا لا يعقل، يعني حنا طلبنا بالإعفاء 5 سنوات عفيوها، السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة عفيوهم من هذا النظام وطبقوه، لأنكم أصلا يلا وجدتوا النظام يلا وجدتوه، يعني كنتوا في الأول دايرين غير فورم 5 بلس 1 دابا درتوا 4 بلس 2 4 بلس 2 يلا وجدتوا على هادو اللي داخلين، والغريب في الأمر أن لحد الآن هادو اللي داخلين المدرجات لا تسعهم، لماذا؟ لأننا نعاني من الاكتضاض، واش الواحد داخل مدوز كونكور تيتقاتل فيه وسهران الليالي باش أنه يجيب داك الكونكور باش في الآخر ما يلقاش بلاصة فين يجلس، هذا أبسط الحقوق ما لقيناهاش، يعني أنتم الآن أمام التعنت ديال الحكومة بالمقابل كاين التعنت ديال الطلبة، ليس هناك تعنت من طرف الطلبة، كون كان تعنت من طرف الطلبة كاع ما تلقانا اليوم خارجين في اعتصام، هذا الاعتصام اللي خارجين حنا فيه طلبا في رفع الحوار ولأننا نثق في البلد ونثق في المؤسسات، كون ما كناش كنثقوا في المؤسسات كون رحنا جلسنا في ديورنا وما جيناش كاع الكلية، كون رحنا هزينا لي باك ديالنا ومشينا في حالاتنا، راه جميع الدول تتهافت علينا ولكن نحن نريد البلد ونريد أن نخدم مصلحة المواطن، حنا ما كيغريوناش النقود ولا تتغرينا السلطة لأننا لن نسلك هذه الطريق ما سلكناهاش غير هكاك، راه منين اختارينا هذا الطريق راه أولا ربي خلقنا حطنا فيها وهذه مسؤولية على العاتق ديالنا، غدا فاش غنكونوا أمام الله شغنقولوا ليه؟ ما ناضلناش على حقوق ديالنا، ما طالبناش بجودة التكوين أمام المريض شغنقولوا ليه؟ ما عرفناش أش نديروا، راه لا يعقل لا يعقل، نحن نطالب بجودة التكوين واش نكتبوها بالخط العريض؟ راه ما كنقراوش مزيان باش بغيتينا نقولوها، راه خاصنا البخاتيك، خاصنا سنة ديال البخاتيك، أسيدي إلا ما كانتش مخدماكم هاد السنة السابعة فقننها صلحها جيب لينا اللي قرينا فيها
بعد هذا الاعتصام المقرر هذه الليله، شنو هي الخطوات اللي ممكن انكم تلجؤوا لها؟ الخطوه اللي ممكن، وليس عندنا اي خطوه من غير خطوه. حنا كنطالبوا، مازالين كنطالبوهم بالحوار، كنطالبوهم بفتح باب الحوار، كنطالبوهم باش يلغيو العنف. زملائنا البارح في الرباط ومن الاعتقالات اللي عناهم البارح، والناس خارجين مسيره سلميه، خارجين في اعتصام مطالبه بالحقوق وبالحوار وفتح باب الحوار مع الوزير ومع المؤسسات ومع الحكومه. نحن نطالب ونناشد المواطنين المغاربه اجمعين وجلاله الملك. نحن نناشدك، نحن شباب هذا الوطن نعاني، نعاني. البارح الدراري اخواننا في المستشفيات في الكوميساريات كيتجرجروا، شباب هذا الوطن، في كميه الحقد، كميه الحقد اللي حملناها في القلوب ديالنا، ولكن في سبيل الوطن والمواطن يستحق، والله يستحق، لان قاعد العرق ديال الجبين والتعب اللي كنتعبوا، ففي سبيل الوطن جائز جائز وجائز.